تحية تونس من حكومة الجنوب. تحية تونس كالواضح، تحية تونس لا تصوت تحية تونس. شفنا اليوم عرض البرنامج الجلسة العامة، ربما موقفكم ورأيكم في البرنامج. لكن بغض النظر على وجه طيب، بغض النظر على الحديث على كفاءة الأمور، بس لازم نعرف نحسب نظام برلمان، ونظام برلمان يتم تنفيذ القوانين عن تاريخ الأغلبية البرلمانية. يمكن نسمع أنه برنامج فيه معناها قوانين مستعجلة تكون أوامر، هذا يتطلب 3-5 سنوات. اليوم في اللحظة جل الأحزاب المختلفة في المجلس أعلنت أنها مش صحيحة. اليوم في اللحظة الحالية وفي أول مرة ما نعرفوش هالإخبار حتى اليوم. اليوم تم حديث على انه الى الان لا تزال مشاورات وانشقاقات وربما مفاوضات للملفات. لن يكون هناك مناخ وشروط نجاح. نواب، حركة النهضة اليوم تحدثت